السلام على أبنائي الحكام العملاء بشار مالكي. أنا بشار. أنا مالك. أنا بلاية الفقيه لكل العملاء. أولا مالكي آلة ضيعت بيدي وشلبي. ثانيا بشار نموذج فريد في العمالة وإذلال ومثل الأطفال، ولكن ارتفاعه غير مناسب. نحن يعني أنا وأنا أيضا إننا جميعا نوابغ القرن الأخير. لسنا نسخة عن الدول الأخرى، نحن نسخة عن إيران. نحن نحب الدماء في كل الأحوال، الدماء التي نزفت ليس مهم، إجماع شعبي ليس مهم، الحرية في سوريا ليس مهم كي ندمر وطننا. إنه حيوان. الآن دور مالكي. نعم، إحنا ما عندنا مشكلة هاي الدول الديمقراطية، كل شيء موجود، وفر فلوس اشتري قذائف متفجرة. بعد اسكتوا هذه الاصوات، اسكتوا هذه المظاهرات عن طريق الميليشيات، عن طريق العصابات. احسنتم، لكن هذا ليس كافي، ليس كافي، ليس كافي. ايضا اكو عندنا مقابر الجماعية، اكو عندنا طائفية، اكو عندنا خروقات الامنية، كل هاي الخدمات تصاعدية. ما شاء الله ما شاء الله. نحن ثلاثة عناصر استثنائية اصحاب الفساد بشكل يعني كبير.